قال ايه؟ هناك شيء اخر. طب ده انا استكملت كل شيء استطيع خلاص وانت قلت لي لا. الاسلام اليوم يفاجئنا. ولذلك انا والله احمد الله على نعمة الهدى والبصيرة، على نعمة هذه السلسلة وهذا التناول، لانه فعلا احنا داخل الظلمات مش هنقدر نشوف الا اذا بصرنا الاسلام وقاد خطانا، يقول لي امشي هنا امشي هنا امشي هنا امشي هنا، اوصل معايا خطوة بخطوة الى ان تصل. لذلك الاسلام اليوم كل الذي فعله انه وانا في الظلام قاد خطايا الى ميدان جديد. وهذا الميدان الجديد المغاير تماما لما سبق قال لي انه هو شرط من شروط دخول الجنة، وبين لي أنني بدون خطوة اليوم لا أستطيع أن أبلغ هذه الجنة. أيها الإخوة، هذا الأمر هو الحقيقة يعني يكمن في تحويل المسلم من الفردية إلى الرسالية، إلى الرسالة، إنه صاحب رسالة. إحنا في جميع الخطوات السابقة كنا لاحظوا كنا نتكلم عن شخص، عن فرد، تكون عقيدته سليمة، عبادته صحيحة، انتماؤه إلى أمته، يجنب نفسه الإحباطات ويستطيع أن ألا يقع فيها، مرتبط بكتابه بالقرآن، مرتبط بالآخرة، كله بنتكلم عن شخص 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 شخص. الآن بدأ الإسلام يطرح شيئا جديدا اللي هو حقيقة هذا الدين نفسه، حدود هذا الدين، نطاق هذا الدين، دور هذا الدين. يبقى احنا كنا بنتكلم عن الافراد وعن الشخص، دلوقتي هنتكلم عن الدين نفسه، عن قضية الدين نفسه. انني ايها المسلم بعد ان اعددتك بكل هذا الاعداد الفردي صار مطلوبا منك ومقصودا منك ان تفقه حقيقة الدين ذاته كقضية، حقيقة الرسالة. سأحولك من انك مسلم صاحب برامج شخصية وأسلوب شخصي إلى صاحب رسالة. ينفع الأخ المصور اللي على الكاميرا ده يبقى راجل مسلم بيصلي يصوم وخلاص ويتجنب المحرمات وكده وخلاص يبقى لا لا ولا حاجة، لابد أن تكون له رسالة. إزاي وانت بتقول الكلام ده يحول بيني وبين الجنة؟ يحول تماما، وهتشوفه الآن بصريح آيات القرآن إنه إذا لم أكن صاحب بشتغل ايه للاسلام هناك مشكلة كبيرة جدا. عشان تعرفوا انه هذا الكلام اللي بنتكلم فيه خطير، لانه قاعد ينقل الناس من ميدان لميدان، بيغير الارض من تحتي، بيعرفني الاسلام ايه من اول وجديد وبايات واضحات محكمات، ثم يقول لي ان هذا الكلام شرط لدخول الجنة. لذلك ايها الاخوة، هذه الخطوة انما جاءت لتلفت المسلمين بالفعل الى افاق هذا الدين ونطاقه وإدراكاته، إن المسألة ليست شخصية. وأظنكم تتذكرون معي آية غزوة بدر. آية غزوة بدر دي خطيرة جدا، لأنها آية في الحقيقة راحت أسمى الموضوع إلى نصين، وبينت المفارقة بين الدين وبين المسلمين، بين الدين وبين المتدينين، بين الإسلام وبين المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ايه؟ قال لهم وتودون، انتوا عايزين رغبتكم، انتوا اللي انتوا عايزينه، وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم. يا سلام لو المسجد الاقصى ده تخلص حكاية اليهود دي بقى دوشنا. ها؟ وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. هي دي قضية الدين. أنت خارج تاخد قافلة، تقول يا سلام أخرج أقبض على القافلة،
أجيب الذهب والفضة والقمح واللي واللي واخد الكلام ده كله ويبقى المسلمين يأكلوا ويشربوا ويتنغنغوا ويعوضوا اللي تسلب من أموالهم و وربنا سبحانه وتعالى بيتعب المسلمين زيادة. وأستغفر الله من هذا اللفظ، أنا بس عايز أقرب لكم، بيتعب المسلمين، يخلي القافلة تفلت منهم ويرجعوا جعانين وما عندهمش أكل وما عندهمش شرب، والمشركين فرحانين إنهم أنقذوا أقواتهم وأنقذوا أموالهم وراجعين يطبلوا ويزمروا مبسوطين إن ثرواتهم معاهم. يا ربي بقى، يا رب العالمين، المسلمين حبايبك الموحدين، أمة نبيك، أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ترجعهم جعانين مكسورين الخاطر ما معهمش القافلة، والكفر الملحدين ولا المشركين وعبدة الأصنام ترجعهم فرحانين إن هم معهم ثرواتهم. أيوة، الإجابة نعم. ليه يا رب؟ لأن أنا لي قضية أخرى غير قضية الأكل والشرب واللبس والراحة وإن أبقى مسلم صالح وروح الجامع وارجع، وأنا قضيتي تانية. إيه هي يا رب؟ أن يحق الله الحق، تقف وتحاربه وتتقتله، تغلبون ممكن، بس كمان ممكن تقتلون، تقاتلون في سبيل الله فتقتلون وتقتلون. أنا عايز الدماء تسيل ويتخذ منكم شهداء. يا خبر، هذه إرادتك يا المسلمين، حبيبك يا رب وأمة رسولك يا رب. أيوة، ليه؟ لأني نفس الآية، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. إسلام جاي لينشئ كيان اسمه كيان توحيد يحق الحق، مش يعيش على الباطل والطغيان والفساد و لا. يبقى إذن الآية بقى مرة تانية عشان تتذوقوا المفارقة اللي الإسلام بيقولها، بيقول لهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فأنتوا